إصابة ثلاثة أطفال إثر سقوطهم من لعبة ملاهي بإحدى ساحات جبل الحسين، وبحسب أهالي الأطفال فإنهم سقطوا نتيجة سرعة الرياح ما أدى إلى اختلال توازنهم أثناء دوران اللعبة، وقد تم نقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة. دورنا بامور السلام العامه في مواقع زي هيك، احنا عندنا بنمنح الترخيص، وامور السلام العامه هي مشتركه بين اكثر من دائره، وامور السلام العامه في الموقع مباشره هي الاصل من الشخص اللي المالك هاي القطعه، لانه في امور سلام عامه بالالعاب كالعاب زي ما احنا شايفين هاي يوم الالعاب الاطفال بيلعبوا في الالعاب وما في اشكاليه في الموضوع، بس لكن عندنا مشكله اخرى اللي هي انه مسؤوليه السلام العامه يجب ان تكون مباشره على الشخص المعني في هذا الموضوع والجهات المختصة اللي بتستورد هاي الألعاب من برا. الأصل دائرة المواصفات والمقاييس أن تمرق في أكثر من مرحلة، فإحنا كأمانة عمان دورنا اللي هو رقابي على الموقع، الأمور الفنية في جهات فنية مختصة. حادثة بسيطة صار عندنا على لعبة السحسيلة هاي الموجودة الكبيرة هاي، طبيعتها نفخ على مترات هواء، فطالعين اولاد مع شده الهواء كانوا اختل التوازن شوي، فقلبوا على جنب السحسيله واسعفناهم يعني على مستشفى الاسلام، والحمد لله امورهم سليمه وطمنا عليهم واهاليهم اطمنوا عليهم. كانوا الاولاد يلعبوا على جنب السحسيله، على السحسيله يطلعوا على السحسيله، وهم يركضوا مع السحسيله الاولاد وتتلاخموا ببعض ووقعوا على جنب السحسيله. بس هذا لا الحمد لله ما كانت اصابات، الاولاد لخموا مع بعض شوي بسيطه وديناهم على المستشفى الحمد لله، والاصابات بسيطه جدا جدا كمان. وحول هذا الأمر معنا السيد رائد المصري وهو صاحب مدينة الألعاب. سيد رائد مرحبا بك، سؤالي هو إلى أي مدى تتوافر شروط السلامة العامة في مدينة الألعاب؟ السلام عليكم. أهلا بك، تفضل. في البداية بحب أهني جلالة سيدنا والشعب الأردني بمناسبة عيد الفطر السعيد، وبحب أوضح أنه موضوع السلامة العامة عندنا داخل مدينة الألعاب الموجودة في جبل الحسين متوفرة جميع وسائل السلامة العامة وجميع الموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأطفال، وجميع الألعاب موجود فيها سلامة عامة بحيث الأجهزة الأمنية والدفاع المدني يتم الكشف عليها قبل تشغيل الألعاب وقبل الحصول على التراخيص والموافقات من الدفاع المدني. ولكن بحب أوضح لما حصل عندي بالمدينة أنه جراء تدافع الأطفال على لعبة السحسيلة، جراء تدافع الأطفال على لعبة السحسيلة الهوائية، تم هناك بعض من الأطفال سقطوا على بعض، فتم إسعافهم لأقرب مستشفى وتم بحمد الله خروجهم من المستشفى. أين وجود المشرفين مهندس رائد؟ أين وجود المشرفين في هذه الحالة؟ موجود عندي مشرفين وموظفين ومؤهلين ومدربين على اللعبة، ولكن هناك أخطاء بشرية ناتجة عن نفس الأطفال، يعني إحنا ما بنقدر نسيطر على طفل طالع على درج لعبة وهو ماشي على درج اللعبة، فهي لعبة سحسيلة هوائية مش لعبة كهربائية، يعني هاي لعبة بسيطة جدا جدا لأبعد الحدود. نعم مهندس رائد المصري وأنت مالك مدينة الألعاب، شكرا جزيلا لك.